Ahmed Hefnawy, Nelly Sharkawy, Cairopolitan. It's a design concept store للبرودكتس موجود في مصر بقاله دلوقتي شويه. البرودكتس بتاعته مشهوره جدا، الناس بتريكوجنايز في ثانيه. كل واحد يشرح لنا شايف البروجكت ده من وجهه نظره عامل ازاي. الموضوع ابتدى من 2006 بهزار كده، تجريب حاجات، يعني عمل ماكيتات. قلنا ليه لا، ان يبقى مصر ليها حاجة بتميزها زيها زي لما بتشتري حاجة من بره، بتبقى بتعبر عن المدينة اللي انت رحتها. بس من هنا اتقابلنا وعملنا بلان، ونيلي تقدر تتكلم اكتر من النقطة دي. مبدئيا انا interested في القاهرة in general، يعني بحب اصورها، بحب ديزاين حاجات عن القاهرة، والبرودكتس نفسها كانت لذيذة قوي، وكانت حاجات عمري ما شفتها، وحاجات فكرتها بسيطة بس تنفيذها حلو قوي. فحسيت انه عجبني ان انا اكون هنا اهو. نيلي، قد ايه مهم الباك جراوند بتاعت الواحد كاكاديميا او ستادي او انترست تبقى مفيده قوي في الشغل اللي هو بيعملها؟ يعني انت ايه الباك جراوند مثلا بتاعتك؟ درست اركيتكتشر، ودرست اركيتكتشر بالذات علشان كنت دايما بسمع انه اللي بيدرس اركيتكتشر بيطلع يعرف يعمل اي حاجه، لان هي فيها اقسام كتير قوي، فيها مواد كتير قوي، وكانه بيديك هنت عن حاجات كتير، وانت اطلع بقى اعمل اللي انت عايزه. عايز تبقى فرنتشر ديزاينر، برودكت ديزاينر، جولري ديزاينر، لاندسكيب او اربن ديزاينر، يعني من سكيل الفتفوته لسكيل المدينه اركيتكتشر بتعرف ده. اوكي، حفناوي نيلي بتقول ان اركيتكتشر خلاها تقدر تانتر اكت وتبص على كل حاجه بايا كان السكيل بتاعها وفادها. لو انا بقول بالعكس، انت الباك جراوند بتاعتك كانت ايه اللي خليتك تتجه ان انت في الاخر تبقى برودكت ديزاين؟ بص، هي ما بتبقاش باللي انا درسته. هو انا اصلا انا ايه، والباك جراوند بتاعتي ايه كبني ادم وتربيه ومولود فين والكلام ده، وهي دي اللي بتاثر اصلا على اختياراتي انا في الاخر هدرس ايه. يعني هو بتبقى الدراسه بتبقى جزء من قرارات الموضوع ده. فانا اصلا الباك جراوند بتاعتي هو ان انا يعني بحب ال التخريب والاكتشاف والحاجات دي. يعني احب العب في حاجات، اشوف كده الحاجات دي معموله ازاي. انت اكاديميكلي انا خريج كليه فنون جميله، رسوم متحركه وفن كتاب، اللي هي الستريشن وانيميشن. انا متخيل ان الناس كتير قوي عايز تعرف يعني ايه برودكت ديزاين، بس فيرست تشربوا ايه؟ انا ممكن اشرب اسبريسو. اوكي، وانا ممكن اشرب قهوه ساقعه. طيب تعالوا اوريكم حاجات تانيه ونشوف هتشربوا ايه في الاخر. طيب يلا بينا. فرح عليكم حاجه. اوكي، دي اول واحده فرنش بريس، فيري ريتش فليفر، لان هي بتبقى قاعده القهوه مع الميه from 3 to 4 minutes، بيمتزجوا مع بعض، بيعيشوا مع بعض. So it's one of the يعني the best experiences ان الواحد يشرب قهوه. رغم ان هي اشهر حاجه او اكثر الناس حاجه الناس عارفاها، بس it's one of the best. ال V60. اوكي؟ فلتر بيبر بيشيل الزيوت العطريه، بيسموها كلين كاب، من غير الزيوت العطريه دي الفلتر ده بيشيل. طيب اختيار الكوفي اللي ممكن نختارها، سواء كوستاريكا، اثيوبيان، برازيل، وات ايفر الكونتري، بيبقى برضو نسبه الاسيديتي، النوتس اللي بحسها في القهوه، في البن اللي موجود، ناتي، كراميل، فروتي، نوتس كتيره قوي. الاكسبيرينس بتقعد تتغير من واحده لواحده. انا اتحمست لدي. اوكي، كيميكس. طب ما انا برضه، بس يعني عشان بلاش التكرار، فممكن اجرب ال في 60. ال في 60. اوكي، حلو قوي، غريب قوي، بس طب حلو. انت تمام؟ ممكن بقى كل واحد يشرح يعني ايه اصلا برودكت ديزاين من منظوره؟ يعني هي الدنيا كلها برودكتس معمول لها ديزاين، والبني ادم ف ايه ما فيهوش برودكت ديزاين؟ كله فيه. اختلاف البرودكت ديزاين وات اي اكسبكت منه، من انه ميموريبيليا زي ما حفظاني كان بيقول، مثلا سافرت حته وعايز اجيب فريدج ماجنت او سنو جلوب او حاجه بتفكرني بحاجه، الى انه حاجه فانكشنال اند براكتيكال بستخدمها زي ريموت كنترول والبرودكت ديزاين بتاعه.
لحاجة غرضها فني بحت، ان حد عنده عصفورة خشب as a product موجود. ايه الاختلاف ما بينهم؟ وانتوا في الابروتش بتاعكم بتركزوا على حاجة او اثنين او ثلاثة ايكولي؟ البرودكت ساعتنا كلها يعني culturally oriented، فاحنا بنحاول دايما نبروموت السيتي، بنبروموت القاهرة، فما ينفعش ابروموت القاهرة في بيتي. يعني في الاخر هو البروموشن فكرتها ان الناس تبص للكالتشر بتاعتها بطريقة جديدة، فعشان اعرف اعمل ده بشكل ناجح لازم اخليهم يتحركوا بيه، فلما يتحركوا بيه الناس تشوفها اكتر. الريليشن شيب مع البرودكت اللي له رمز في البلد ان هو بقى صيني بلاستيك بستورده من الصين وبيغني اغاني مختلفه خالص، ده بالنسبه لكم قد ايه مهم؟ وازاي التشالنج ان انت عايز تاخده وترجع ان انت تعملها جوه؟ هاو دو يو انسر ذات؟ هاو دو يو تاكل ات؟ موضوع الصين ده هي ورشه العالم، ما فيش حاجه ثابته مبدئيا. يعني فكره صناعه الحاجات الكالتشرال بتاعتنا مش لازم دايما تتصنع في الصين. الفانوس ده هو يعني هيفضل يتصنع كده وكده، وهتفضل الناس تحبه مره نحاس وتزهق منه فتروح للصيني وتخش جدا في الصيني لدرجه انها تزهق منه ترجع تاني للنحاس. هو اي ثقافه في الدنيا بتقعد تزهق من نفسها كده شويه وتحب الشغل اللوكال جدا، بعد كده تزهق منه وتروح للصين وهكذا، مفيش حاجه ثابته. يعني ازاي بقدر ابص بعد اللي الصين شايفاه لو هو فانوس خلاص انت هتصدره وكده in terms of production؟ هل بيبقى في اختيارات؟ يعني انا عشان مثلا اعمل العداد مثلا المناديل ده production wise في فنيا وفي production بقى اللي هو تكلفه. لو نتكلم فنيا الاول، ايه الحاجه اللي انت لازم تركز عليها عشان ده equally يفهمها زي ده؟ توصلنا الى فورمولا كده معينه، هو ان احنا لازم نبتدي اصلا كديزاين قبل اي حاجه. يعني المساحه معينه او مجسم بشيب معين، بنبدا بالشيب وبعد كده بنبتدي نشوف الشيب ده ايه المساوي ليه في وسط الكالتشر بتاعتنا، ونقدر نستعيره، فبالتالي بيطلع منتج مفهوم. في احيانا الناس بتقول لنا حاجه العكس، بتقول لنا ايه انا عندي فكره جامده جدا ليكم، ايه هي؟ وبرجاز. وهنا بيجي دور البرودكت ديزاين اللي هو في يعني ظريف او في جوك صغيره بتخلي الواحد انترستد. بس انا لو جيت دلوقتي اقول لك فكره مثلا وبور الجاز، هل انت تعرف تاخد الايديا دي تتحرك بيها ولا ات وركس ديفرنتلي؟ الحاجات اللي هي بنلاقيها ملهاش اجابه كبرودكت ديزاين ليه شيب او مجسم، ساعتها ممكن تتوظف في فلات ديزاين او حاجه زي ستيكر او بادج او باترن معينه، ممكن تنفع في حاجات تانية. يعني ممكن تنفع لكفر بلوك نوت او كده، لان احنا بس مش مجرد ان احنا بنعمل افكار معقده وصعبه وكلها شيبس ومحتاجه تصنيع ومكبس والكلام ده. عند فتره معينه يعني برضو مع تحويل البروجكت ده كبزنس، هو ان احنا لازم نبتدي نوظف الكالتشر كلها في حاجات تانية غير الشيبس الصعبه. عايزكم تقولوا البروسيس عشان اطلع بمنتج او منتجين من اللي انتوا اشتغلتوا عليهم ووصلتوا بيهم النهارده ان هم موجودين في الماركت دول، البروسيس بتاعتكم بتبقى عامله ازاي؟ بروسيس حقيقيه نشرحها عشان يعرفوا ازاي بتوصل. نيلي، بنفكر مبدئيا بالفانكشن، احنا عايزين نعمل انهي فانكشن في هذه اللحظه. فاحنا يوجوالي مش بنفكر بالشارع الاول، يعني مش بالجزء الكالتشرال الاول، لانه يعني لما حد مثلا تكمله على الجزء اللي فات، انه حد يجي يقول فكره مثلا وبور جاز او ايا كان، هي دي مش فكره، هي دي ملاحظه. فاحنا مش صعب علينا نلاحظ كلنا، هي الفكره يعني اتس كولد فكره لما تتحول الى وبور جاز لمبه او وبور جاز مثلا سماعه يعني ولاعه يعني بالظبط. هنا دي بقت فكره، بس انه حد يقول ملاحظه عن حاجه شافها في الشارع لذيذه مثلا غيط حمام، ها يعني، فدي ملاحظه اكتر. فيوجوالي مش بنبتدي بالجزء ده لانه هو مفيش اكتر منه، الشارع مليان
ملاحظات بالهبل وحاجات كتير جدا ممكن تتحول الى حاجات. اللي علشان اكون منتجه انا محتاجه ادور على ماشي الشارع بدور على حاجه، مش ماشيه ببص على كل حاجه. اه مرحله لطيفه اللي هي مرحله الانسبيريشن اللي هو انزل وابص ومش عارف ايه، فاغذي الفيجوال ميموري بتاعتي علشان يبقى سهل ان انا بعد كده استلف منها وانا بفكر في الفانكشن. باين دلوقتي الاركتكتشر ازاي مفيد ان انا ديكونستراكت الشيبس اللي قدامي، وان بالزبط. لسه عندي مخزون في عقلي من الكالتشر اقدر اولفه عليه، مش العكس، لان العكس واضح ان هي رحله فيها مشقه بالزبط. مشقه صعبه حتى صعبة. لو نجحت بس هتبقى صعبه، مش سهله خالص. فيري انترستنج. ببتدي افكر بقى في حاجات ثانيه مور تكنيكال، اللي هو مثلا طيب الماتيريال احسن حاجه تكون ايه؟ نسب. مثلا النسب بالظبط. ابتدي بقى افكر حسب الوظيفه، ارجع تاني للفانكشن، يعني من فانكشن لكالتشر لفانكشن تاني. اوكي. لبعد كده بقى اليوز، ببتدي افكر الشخص هيستخدمها ازاي، هيستخدمها هل هي حاجه محتاجه تتحط في الجيب فمحتاجه تكون فولدبل، محتاجه تكون ما بتتكسرش بسهوله، ولا هي حاجه هتكون يوجوالي فلات، ولا ايه. ببتدي افكر في الخصائص نفسها بتاعت استخدام اليوزر، وبتاعت في الاخر انا محتاجه ان انا الاضافه بتاعتي هتكون عامله ازاي. ما انا خدت سلفت حاجه من الشارع، لازم يكون عندي انا تويست حطيته عليها علشان يبقى اسمي عملت برودكت ديزاين، مش اخدت الوابور زي ما هو وعملته برده وابور. طبعا يعني. البرايسنج تشالنج ان انا الحاجه تبقى سعرها كويس بيفورس يو ان انا اغير في الماتيريال على حسب التسعير. ساعات واحنا بنفكر بالماتيريال، بنبقى لابسين الهات بتاعه الماتيريال، بنفكر بيها خلاص، لو احنا عايزين حاجه صلبه، حاجه هي كونتينر، حاجه هي غير سامه، يعني ينفع استخدمها براكتيكال، ينفع اشرب فيها واكل فيها، فدي بتحدد هي رايحه فين، او قصدي اللي احنا عايزينه بيحدد احنا المفروض نشتغل بايه. يعني الاثنين دول حاجات مهمه قوي في اتخاذ قرار هنعمل ايه وهنعمله بايه وهنعمله حجمه عامل ازاي. لازم مهم جدا جدا كبرودكت ديزاينر، اي برودكت ديزاينر في الدنيا يعني لازم يحاول يفهم في كل حاجه في تصنيع. مثلا لازم لو هيخش اخشاب فلازم يخش جوه الاخشاب قوي ويحاول يفهم الاخشاب دي لغتها ايه، مصطلحاتها ايه، والخامه بترياكت ازاي، وعمرها وعامل ازاي، وينفع تستخدم في الشرب ولا لا، وتستخدم في حاجات زي كده. انت جاوبت اكشلي سؤال دلوقتي كمان كنت لسه هساله، قد ايه مهم قوي ان انت تبقى مفتوح واكسبوزد على صناعات مختلفه وماتيريالز مختلفه و طبعا كل الصناعات. وهيوديني بقى على سؤال تاني، ان النهارده بقى يعني اللي مضطر ان انا مش بشكل وحش، بس ان انا بتعامل مع عقل مختلف. انا النهارده عقل بسوق البيزنس وبفكر وبطلع بايديز دمها خفيف، وبعدين ابتدي اصطدم مع عقل الحرفه. اوكي. ممكن تبقى في ايديا ان انا اعمل البروتوتايب او ان انا اعمل البدايه، ولكن الحرفه بقى ده جزء من الكولابوريشن يعني اللي بتشتغلوا فيه. فيها ايه بقى القصه دي؟ فيها تشالنجز، فيها صعوبات، كل حاجه. ايه السكيل اللي انت محتاجها عشان تعرف تتكلم مع الحرفيين المختلفين دول؟ ان ده السكيل الواحد محتاجها بقى 3 4 5 متخيل، مش سكيل واحده. اقول انا اكتشاف، يعني لازم الواحد يعني يبقى عنده القابليه ان هو يلف ويتسحل ويعجب بحاجات هايفه وتافهه في الشارع كده، وما يركزش مع اللي مركز معاه. وتاني حاجه ان الواحد يحاول يعني بعد ما يكتشف او يعرف الحاجه هو انه يذاكر اكتر، يعني سواء يا اما يذاكر بقى اونلاين، يا اما يذاكر مع نفسه، يا اما يذاكر يروح تاني الاماكن دي، او يروح يعني الفضول يسوقه انه يقعد يلزق جنب الحرفي ده يلاحظه كويس جدا. والملاحظه دي يعني مهمه قوي بصراحه، يعني لازم الواحد يكون عنده الفضول، يعني فضول صبر الرهيب، فضول ان انا اعرف الحاجه، وملاحظه ودقه ان اشوف هو بيعمل ايه. تدقيق اللي هو تدقيق البخله ده، هو اللي هو الواحد يذاكر الحاجه، يعني كانه الواحد بيتعلم، يعني كان واحد في مدرسه. هل لازم الحرفه تبقى عندي انا شخصيا؟ مش لازم اكون انا بعرف اقعد على دولاب واعمل قله يعني. بس هو مهم قوي ان انا اعرف لغه الشخص اللي بيشتغل بالفخار علشان اعرف افهمه انا عايزه ايه. فهو مبدئيا محتاج يطمن لي، يعني مبدئيا محتاج يعرف ان انا بالنسبه له، لان دي فيصل
ان انا مصدر رزق, ان انا مش جاي اعمل عنده حتتين عشان مشروع التخرج بتاعي ومش هيشوف وشي تاني, لان يوجوالي ده اللي بيحصل. ويوجوالي عشان كده ناس كتير بتقف عند المرحله دي اللي هو بيعمل بروتوتايب وبينفذ منه واحده وخلاص, ما وبالتالي الشخص يا اما مش مهتم, يا اما بيقول له طب تعالى لي كمان 10 اسابيع, يا اما بيقول له هعملها لك ب 20000 جنيه. يعني في ناس صناعيين شاطرين جدا بس هو بيشتغل بدماغه. فمشتغل بيشتغل بدماغه دي معنى كده ان هو بينفض خالص للتصميم وبيرتجل فبيفشكل الخطه, لان هو انا لازم اكون رايح لحد يكون عندي شبه بلان. طبعا شبه بلان قبل التغيير طبعا طول الوقت, بس قصدي يعني لازم يكون في الشخص يصدق في اللي انت بتعمله. ودي بوينت انا حاسس ان هي لازم تكون عندك انت بقى, يعني في حاجات انا عايزها منه ان هو يثق فيا وان هو وان انا يبقى عندي صبر, وانا كمان اكون مخطط قبل ما اروح اطلب هذه الثقه. أيوة واطلب هذا الصبر. فكره الصبر مش بس في ان انا استنى الحاجه تطلع, على قد ما كنا دايما مثلا بنسمع شوكه انا نزلت اعمل حاجه وكل شويه طلعها غلط ونعيدها. هو ده الطبيعي يعني. هو إن شغلتك انت ان انت تخليه يبقى بالزبط. احسن. فهو لازم شخص يكون نازل عارف ان الحاجه بالظبط عمرها يعني مش هينفع ان انا اروح اديله الرسمه اقول له اعملي زي دي واجي له بعد اسبوع الاقيه عملها لي. طبيعي انه ده مش هيحصل. هو احنا محتاجين نقعد مع بعض عليها ويشتغلها قدامي واعدل عليه واحط ايدي هنا واشرح له. فهو يعني لازم العلاقه تكون مش علاقه كرييتيف ومنفذ, لا هي احنا الاثنين مشتركين في هديك حته تبقى كرييتيف وهديني حته ابقى منفذ معاك عشان اقرب منك. وفي نفس الوقت احنا ما بنفرضش عليه غلاسه. يعني بالعكس احنا ممكن نوصل, يعني احنا وهم احنا ممكن نوصل مع المصنع او المنفذ لحته كده مش عارفين نحلها, فبنكتشف ان هي يعني هي انه ده مثلا خط كده هو مش هيقدر يعديه. فساعتها بنفهم اكتر في الخامه او بنفهم اكتر في الحرفه دي. فانت كمان بتستفاد من العطلان ده. بالظبط بالظبط. بيفتح لك اي عطلان بيفيد. طيب. انا كنت بس عايز ازود نقطه ان احنا بنحاول نشتغل مع الناس في حاجات هم ما بيبقوش فاهمينها في الاول, هم مجرد بينفذوا لك ومش فاهمين انت عايز ايه, لغايه لما بعد ما الحاجه ما بتظهر بيشتري بقى. هو نفسه بيشتري وبيعجب بالحاجه لدرجه ان هو بيبتدي يبص على نفسه بيعجب بنفسه لغايه لما بيكتشف ان هو معجب بالحاجه اللي هو مطلعها او مش مصدق ان هو اللي عامل الجمال ده كله. في حصلت كتير. طيب قولوا لي بقى برودكت او اتنين انتوا بتحبوهم, مين يحب الكرسي؟ كرسي القهوه. شفته عجبني جدا. عجبني انا كمان برضو, يعني عجبني جدا. مبدئيا لازم تبقى فاهم ان انا باعجب بالحاجات زيك, لان احنا انا بعتبر نفسي ان انا اول زبون او انا الزبون اللي ينفع اكرييت اللي انا عايز اشتريه, بعتبر نفسي كده. فالكرسي ده طبعا يعني انا بحبه جدا. غير ان هو حاجه نفسك تعملها من زمان, ايه اللي اصلا بتحبه فيه؟ الكرسي ده كنت عايز اعمله فتره من فترات, مش عارف عايز اعمله ليه, يعني يمكن اللي كان الدرايف ان انا كنت عايز اعمله لنفسي, يعني اللي هو احطه قدامي كده وخلاص. از ا بيس اوف ارت كده. احنا بنتكلم على برودكت ديزاين از ان اكسسوري او فرنتشر او اتس ا بيس. بالظبط. اوكي. وانها حجمها مينيتشر وانا بحب المينيتشرز جدا. أوكي. بكولكت حاجات انا كود بي ميموريبيليا, يعني حد سافر مصر وجاب الكرسي ده معايا. هو أوكي. دلوقتي طبعا هو كده. هو دلوقتي جدا كده. والمهم دلوقتي هو جزء من هو يعتبر ستاند للكوستر اللي على شكل الباترنز بتاعه. الكوستر هولدر. تهيلي اكتر برودكت بحبه هو الملاحات القلل. البرودكت ده عدى بمراحل كتير قوي لغايه ما وصل فعلا للسكيل والشكل واللون المظبوط. يعني دايما لما بفطر وبيكون القلتين دول موجودين يعني ببقى نفسي ان انا احط ملح لان هم لزاز يعني. فيري نايس. سيكريت تيب ككرييتيف بقى ايا كان الباك جراوند في المجال بتاعك او في اي مجال, لما بيبقى عندي مايند بلوك وده بيحصل, فايه التيب اللي ممكن يعني كل واحد يشير تيب ازاي افتح السكه للدنيا؟ ما بحاولش ان انا افورس نفسي في التفكير في المنتج على قد ما اني ابوز دلوقتي خالص وبطل افكر ايه اعمله ايه وانزل اتمشى
اتفرج اسوق العربيه اصور. فدي بتبتدي ان هي تبدا تغذي السب كونشس تاني. okay. فلما الواحد بيطلع نفسه من القالب بتاعنا محتاجه اطلع فكره دلوقتي ابعد خالص فبفوز اللحظه دي وببتدي انزل كاني بضرب الخلاط كده. hey. انزل اتفرج واشوف واصور واللي هو ايه ده وبتاع. فلما ارجع تاني هتبقى مصر لي الدنيا انتعشت شويه واتقلبت. صح. فهطلع بحاجه. لازم افضل كاني مشحون على طول وكأن خيالي وذاكرتي لازم تكون فيها رصيد كتير. لازم يكون فيها رصيد غني يعني زي الاي تي ام. يعني منين مسحب الاقي يعني حاجات افكار كتير جدا. الفرج او الريسيرش هي دي كلها معلومات قيمه لازم تخش دماغه. فبلاش يستهين بيها, بلاش ما يدونش وما يكتبش الحاجات. يعني انا بكتب على كل حته وفي كل حاجه. How do you find the balance ما بين ان انا لسه هفضل كرييتيف وفي نفس الوقت اخلي البيزنس بتاعي ناجح؟ احنا معانا شريك ثالث هو البيزنس بارتنر. وجوده كان مش بس اساسي, هو وجوده اخد المشروع بتاعي في حته ثانيه. فازاي نمنتين دايما البالانس ما بين انه حاجه كرييتيف ولذيذه وفانكشنال وفي نفس الوقت هي فيها الادج الكول الارتستيك المش عارف ايه. فدايما اي فكره بتيجي لازم نفكر مين اللي هيشتريها وهيشتريها كتير ولا لا, وهل في حاجه اولى ان احنا نعملها عن حاجه تانية. يمكن احسن حاجه في الموضوع ده المشوره بيننا وبين بعض. ايوه طبعا ده مهم جدا. انت دايما بتبقى محتاج راي وراي مضاد, وراي مضاد بيبقى مهم انه يطلع علشان تلاقي له حل وحاجات زي كده. الشخص اللي بيقرر ان هو يفتح البيزنس بتاعه هو مش بيقرر ان هو يكون شخص, هو بيبقى 10 اشخاص في نفس. يعني بيبقى مثلا احنا فتحنا بيزنس فانا ما بقتش اني مور الكرييتيف, انا بقيت كرييتيف وبتاعت الدليفري والكاستمر سيرفر بكلم الشخص اعتذر له ادفع فلوس فاتوره الكهرباء لو واقف بره برده بالمره. فعلشان الشخص يفتح بيزنس هو فعلا محتاج يكون عنده كم من السكيلز اللي هي ملهاش اي علاقه ببعضها كتير. صح. جدا حمل كمان عليك. حمل بشع. فبحس ان كل تنتوفه الواحد بيتعلمها في حياته لما بيجي يفتح بيزنس بتبقى مفيده. سؤال اخير ككرييتيف بنكلمهم النهارده, ستريس وانزايتي بقت حاجه يعني طبيعه. مش ان احنا احسن حد بنتعامل معاه او بنديل معاه, بس يعني ازاي ممكن ننصح ان تطلع من الحاجه دي او تفكها شويه؟ كمون بقى, ياخدوا كمون. كمون كمون بيعالج الستريس بجد؟ قولون يعني العصب. اوكي. كل المشاكل ما بتتحلش بالستريس, يعني لازم تتحل كده بالشانلز الطبيعيه, يعني بالبحث, بالهدوء, بالتصميم. يعني انا بنصمم منتج, مش اصمم ازاي او اعالج الستريس ازاي. كل حاجه لازم تبقى يعني محتاجه مذاكره وثبات واستيعاب واظن فلكسبيليتي, لانه مهم قوي ان الشخص يبقى مش اللي هو انا حطيت بلان ان البرودكت ده مثلا يطلع شهر كذا, لو ما طلعش شهر كذا ده اوريدي بيسبب ستريس انك حاطط يعني تايم فريم معين او حاطط التايم فريم. يعني احنا يوجوالي ما بنحطش قوي لنفسنا تايم فريم ستريكت قوي الحقيقة, علشان في الحقيقه هيحصل ان المصنع ده مش هيعرف يعملها. هو المفروض في حاجات بتحط لها بلان تخلص في وقت قصير بتعذب وبتطلع بعد سنه وسنتين, وفي حاجات تانية يعني فاكر ان هي هتاخد سنه سنتين زيهم وتطلع بين يوم وليله. وحاجه كمان اخيره هو ان الواحد دايما يحاول يتوقع المشاكل قبل حدوثها, يحاول يتخيل هي هتحصل فين بالظبط, يحاول يبقى واقعي يعني في التخيل علشان ما يحصلش صدمات او مفاجآت. فبالتالي يبقى الواحد قلقان من ده, بالعكس الواحد يحاول يحل المشاكل ويتوقع ظهورها هتيجي منين ويحاول يستعد لها وبس, يعني بقدر الامكان. فما يبقاش قلقان زي ما لما يتفاجئ بيها, يعني ما يبقاش الواحد دايما. كل كرييتيف بيبقى عنده سورس اوف انسبيريشن وحاجات قريبه منه, فبليز شير ثلاث افلام بتحبهم قوي فورن او مصري او اجنبي بقى سينما عالميه يعني. و رعب قولي. هي مش فكره انسبيريشن على قد ما هي اكتر حاجه ممكن تخلي الانسان ما يفكرش في لحظه معينه, لانه تفصل يعني. بالعكس الكرييتيف ممكن يكون بيعاني ساعات من الاوفر ثينكينج والتفكير الكتير والانسبيريشنز اللي طول الوقت بتيجي,
فمهم قوي ان هو في لحظه يحاول يفصل. ثلاث افلام رعب بلير ويتش مش عارف ايه بلير ويتش بروجكت الاولاني بشع يعني اللي هو زمان بقى كمان اول ما يطلع اللي هو في ايه كده اهو افلام جيبلي ستوديو سبريتد اواي يعني سبريتد اواي ممكن هاوز موفين كاسل ممكن ارياتي ارياتي جميل جدا بصراحه هو جيبلي ستوديو بس مش هيوم يا ذاتي وهو الحاجات دي بتساعد جدا في يعني في تبص على الدنيا بشكل مختلف خالص اه بيبقى الفيلم شغال وانت بتقعد تتفرج على تفاصيل وحاجات مهمه جدا حاجات كده انا عارف ان انت عندك ذوق برضو في المزيكا مختلف انت حاجه عايزين شير مع الناس حاجه ريلاكسنج حاجه بتخليك مستمتع حاجه بتخليك كرييتيف وانسبايرد مزيكا ايه يفتحوا ساوند كلاود بتاعنا يعني مبدئيا ممكن يفتحوا ساوند كلاود بتاعنا ثانك يو جايز سو ماتش على القعده اللذيذه دي اتمنى ان الناس اللي بتسمع وتتفرج تاخد انسبيريشن وتعليم ونشاور لهم على حاجات كتير قوي مش واخدين بالهم منها سبيشلي وهم في اول في بدايه حياتهم سواء هو اصلا في فيلد مختلف يمكن يبقى انترستد في الفيلد ده عامه سواء في نفس الفيلد يعرف ايه التشالنجز اللي هيواجهها او هتواجهها وهم شغالين اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا عندكم اي اسئله لينا لا بس يعني هل احنا كنا مفيدين كفايه ولا فينك هم بقى اللي هيردوا قد ايه يعني عايزين نفرد في مره كده ساعتين ثلاثه اربعه كده نتكلم في الحاجات الملوله دي انا استمتعت جدا ثانك يو جايز سو ماتش ميرسي جدا باي 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 كات تمام